رح نروح لفقرتنا اللي دائما الابتسامة هي بتكون عنوان، وهي سر الجاذبية للأشخاص، وهي مثل ما بيقولوا مراية للوجه. لكن كثير من الأشخاص بيعانوا من موضوع الابتسامة اللثوية، وهي ظهور كبير للثة فوق الأسنان عند الكلام أو الابتسامة. لكن هيدا المشكلة صار لها حل، ولكن ايضا بدنا نعرف اسبابها، ورح نتعرف ايضا على الابتسامه اللثويه وطرق علاجها مع الدكتور روني توما، اخصائي تقويم وتجميل اسنان. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بالبدايه خلينا نتعرف شو هي الابتسامه اللثويه. تمام. هلا مثل ما حكيتي، الابتسامه اللثويه هي ظهور زايد للثه زايد عن الحد الطبيعي أثناء الابتسام. هلأ شلون الواحد بده يعرف هو عنده ابتسامة لثوية أو لا؟ لازم يعرف الانكشاف الطبيعي للثة اللي هو بيكون 1 لـ 2 ملي فقط. كيف منقيم؟ يعني أنا بدي أشوف أنا عندي 1 لـ 2 ملي كيف، بأي وضعية؟ هي بتكون بوضعية الابتسامة الاجتماعية، الابتسامة الإرادية. يعني ما بيجي الواحد بيشوف حاله هو عم يضحك كتير مثلا، أو عنده صورة مثلا هو ضحكان شايف لسته، هذا ما له تقييم للابتسام. تقييم الابتسام بيكون بالابتسامة الاجتماعية الطبيعية اللي بإرادته عم يبتسم هو، بشوف وقتها قديش مبين من اللسة عنده. إذا كان 1 لـ 2 ملي فهي ابتسامة طبيعية، إذا كان أكثر من 3 ملي فهون صار في عندنا مشكلة ابتسامة لثوية. تمام. يعني دكتور خلينا نحكي نقطة كتير مهمة كان دائما الكل بيسأل عنها، أحيانا الاكتشاف من صغر الشخص مثلا اللي عنده طبعا طفلة، بتشوف أنه طبعا كاملة أسنانها، بتشوف أنه ضحكتها فيها شيء، قديش بتوفر على حالة جهد بأنه تحط لها تقويم، تشوف الطبيب، ما تتركها خلينا نقول لا تضمر اللثة ويصير في صعوبة بأنه ترجع اللثة والأسنان بلا شكلها الطبيعي؟ أكيد موضوع العمر مهم جدا بالمعالجة التقويمية، مو بس بموضوع الابتسامة اللثوية، بكل الحالات اللي تطلب مداخلة تقويمية العمر كتير مهم. لأن احنا بالعمر المبكر، عمر 6 سنين للـ10 سنين قبل ما يوصل الطفل أو الشخص للبلوغ، نحن بنكون قادرين على تعديل النمو. بس انقطع الشخص مرحلة النمو، بصير نحن غير قادرين على تعديل النمو، صرنا بحاجة لجراحة أو معالجات تكون يعني أصعب للشخص. بينما الأعمار المبكرة هو نحن بنكون قادرين على تعديل النمو، يعني بنعطيه نتيجة أسلم له. نعم. ما يكون هو يتعرض لجراحة مثلا بالمستقبل. صحيح. هذا الشيء بخصوص الابتسامة اللثوية، أو بخصوص مثلا تراجع الفك السفلي أو تقدم الفك العلوي، أي مشكلة تقويمية كانت. هلا بالنسبة للابتسامة اللثوية كثير بتأثر هذا الموضوع، يعني هي كذا سبب، بس أكثر سبب بيتأثر هو بزوغ الفك العلوي الزائد. هلا نحن إن شاء الله راح نحكي عن الأسباب الابتسامة اللثوية. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن طرق العلاج أو الحل. مثل ما حكيت الأطفال يعني ممكن تلاقي لهم حل ما يضطروا لعملية جراحية، خلينا نحكي شو الحل للأطفال وشو حل لبعد سن البلوغ؟ شو ممكن دائما لازم تكون العملية هي العلاج الوحيد ولا شو الوضع؟ تمام. هلا لحتى نعالج الابتسامة اللثوية صح، نحن لازم نعرف أسبابها ولازم نحصر السبب الصحيح، لأن كل مثل ما قلنا في كذا سبب، ممكن نحصر بخمس أسباب، بس كل سبب للابتسامة اللثوية له حل أمثل. هلا خلينا نحصر الأسباب. ممكن نبدأ بالابتسامة اللثوية هي ضخامة اللثة نفسها، هاي أول سبب. سبب ثاني مثلا فرط نشاط الشفة العلوية، فرط نشاط العضلات الرافعة للشفة العلوية. سبب ثالث هي اللي حكينا عنه، هو تعديل النمو، فرط تطاول الفك العلوي كاملا. في سبب رابع اللي هو بيكون تطاول الأسنان الأمامية فقط دون تطاول الفك العلوي. في سبب خامس اللي هو قصر تشريحي بالشفة العلوية. هاي الأسباب الخمسة، كل سبب منها له حل أمثل، يعني ما في حل بيركب على سبب. تمام. بعد ما حددنا الأسباب نجي على الحلول المناسبة لكل سبب. إذا بلشنا بفرط حركية الشفة العلوية اللي هي فرط نشاط العضلات الرافعة للشفة، الحل الأمثل لها هو البوتوكس.
نحن بالبوتوكس بنعطي حقنه بالعضلات بكل عضله رافعه للشفه العلويه، فبنخفض عمليتها، عمليه الرفع للشفه، فهون نحن بنخفض ارتفاع الشفه ونخفض ظهور اللثه اثناء الابتسام. نجي على السبب الثاني اللي هو مثلا ضخامه اللثه نفسها. هون نحن بحاجه لازاله الكميه الزايده المتضخمه من اللثه، ممكن تكون بقطع لثه طبيعي بنسميه قطع تجميلي للثه، هذا ممكن يصير جراحيا او باستخدام الليزر. هلا الليزر هو كثير مرغوب بالنسبه للمرضى، بس هو ما هو متاح ايمت ما كان. يعني نحن بصراحه الحالات الاكثر تحتاج لاجراء جراحي لحتى نرفع نحن اللثه لفوق ونشذب العظم تحتها ونرجع نحطها بمكان الصح. هذا الشيء ما هو ممكن باستخدام الليزر. الليزر ممكن بس بحاله التجميل، حالات بسيطه تماما. للاسف يعني، لانه الليزر هو كثير مفيد بموضوع قطع اللثه، يعني بقلل الالم، بقلل النزف، بيسرع الشفاء. هلا ندخل على السبب الثالث اللي هو مثلا تطاول الفك العلوي. تطاول الفك العلوي كثير مهم مثل ما قلنا، تدخل بعمر مبكر قبل الوصول للبلوغ لتعديل النمو. مثل جهاز الهيد جير اللي بيركب على الراس لفوق ممكن يشد الفك العلوي ويخفف التطاول تبع الفك العلوي. هلا متى قطع الطفل صار بعمر العشرين، هون صار بده جراحه، يعني تطاول الفك العلوي صار بحاجة لعملية تقويم جراحي. ببلش دكتور التقويم بيعطي القيم اللازمة لرفع الفك العلوي وتجرح وبينفذ العملية. المشكلة الرابعة عندنا هي تطاول الأسنان الأمامية دون الفك العلوي. هون نحن بنكتفي برفع الأسنان تقويميا فقط من دون الحاجة لتداخل على الفك العلوي كاملا. المشكلة الخامسة هي قصر الشفة، قصر تشريحي دون غير فرط نشاط العضلات الرافعة. هي بيكون بشكل طبيعي الشفة قصيرة، شفة قصيرة. هلأ شلون نتحقق من طول الشفة؟ نحن فينا نقيس بين أسفل الأنف وأخفض نقطة على الشفة. لازم تكون عند الإناث من 20 ل 22 وعند الذكور من 22 ل 24. فإذا كانت أقل من هيك معناتها أنا شفتي تشريحيا قصيرة. لاحظ وجود قنطرة بالشفة العلوية، كمان هي مؤشر لقصر الشفة. هلا الحل تبع هاي المشكلة هو عملية الليب ريبوزيشنينج، اللي هي إعادة تموضع الشفة العلوية. تمام. هلا هي بتأثر شيء بحبوه الصبايا بصراحة، يعني بتعطي حجم أكبر للشفة العلوية. نحن بنشيل جزء من النسج الداخلية للشفة ومنخيطها بمكان أخفض، فهذا بيعطي طول زايد للشفة وبيعطيها حجم أكبر. نعم، يعني عدة خلينا نقول أسباب وعدة مشاكل ممكن يعاني منها الشخص الشاب أو الصبية، ولكن يمكن كدكتور اختصاصي تجميل أسنان بيجيك حالات كتير ممكن ما تكون صحيحة وينطلب، مثل في مرقة موضة انه يكونوا السنين الاماميين اطول من الخلفيات، ويمكن هو موضة اكثر من ما هو خلينا نقول بيرفكت بيكون الابتسامة. فيعني ممكن تعطي نصيحة لهيك اشخاص؟ ممكن يجيك اشخاص اسنانها معافية سليمة ولكن هي حابة تعمل هوليوود سمايل، قديش ممكن تعطي نصائح يعني لهيك اشخاص طبعا بعد معالجه المشاكل اللثويه؟ تمام. هلا مثل ما قلتي هي ما انا بيرفكت نتيجه تطويل السنين، هي القيمه الطبيعيه من نص لواحد ملي. تمام. هلا تطويل السنين الاماميات بصراحه موجود بيعطي انوثه، انه تطويل السنين يعني حلوين؟ هلا بصراحة موجود بالكتب انه لما نطول السنين الاماميات لواحد ونص ملي هو بيعطي مظهر انوثي. ممكن تمام لهيك ممكن عم يرغبوا له الصبايا. هلا بصراحة لما مريض يجي لعندي يقول لي بدي طول السنين الاماميات، هلا هذا انا ما عم ضره، هو حابب هيك فانا ما فيني ارفض. يعني لو كان المثال ما بيأذي السن؟ لا، هو تقويم طبيعي، تقويم، عملية تقويم. يعني انا خلال المعالجه كثير مرضى بنهايه المعالجه اللي طول لي هدول السنين عادي. حلو. انا بطولهم، انا ما عم ضره، ما عمل له شيء. اما موضوع اني ساوي ابتسامه هوليوود سمايل لاسنان سليمه، صراحه انا يعني كثير بتردد فيه وكثير بحاول مع المريض انه لا بلا.
يعني اسنانك سليمه وحرام وبس بالاخر يعني المريض بده يساوي، اذا ما ساواها عندي راح يطلع يساويها عند غيري. اكيد دكتور، خلينا نحكي اللي عم بيعمل مثلا بينير او ليمونير او اي شيء ثاني باسنانه، لثته عم تنقزع واللثه عم بتصير لونها مثلا على ازرق وعم تورم، وكثير عم يعني عم بيعاني المريض من مشاكل صحيه باللثه تبعه. خلينا نحكي شو انت بتنصحه، كيف ممكن العنايه الصح بعد ما الهوليوود سمايل عملاه، شو هي النصائح الصح مشان يحافظ على صحه لثته؟ هلا هون كثير مهم موضوع نوعيه التعويض يلي عم ينحط، التعويض يعني التاج او الفينير او الشيء يلي عم ينحط على الاسنان، نوعيته يعني هو هل هو زيركون ام هو خزف على معدن. هلا وجود المعدن بالتعويضات ما نو صحي للثه، دائما عم يعطي خط ازرق على حواف اللثه، هو تصبغ، هو المعدن ما نو تقبل حيويا مثل الزيركون، تقبل حيويين يعني الجسم متقبل لوجود المعدن او لا. هلا الجسم متقبل لوجود الزيركون، تلاقي اللثة بتضب على الزيركون، اما المعدن تلاقي اللثة بتهرب من الزيركون من المعدن وبتعطي تصبغ. هذا الشيء كثير لهيك بنلاقي فرق بين الزيركون والتعويضات القديمه اللي هي بتجي خزف على معدن. كثير مهم كمان طريقة الشغل والتحضير الأسنان ودقة عمل المخبر، هل يجي طابق على التحضير أو لا. لما ما يجي العمل طابق على شغل الدكتور فهو رح يعطي حواف على اللثة، هي رح تجمع أكل ولا ممكن تتنظف قد ما يحاول المريض، ورح تساوي التهابات باللثة. أكيد إذا حصل المريض نوعية تعويض صحيح ومشغول بدقة صحيحة بضل عليه بس هو يفرش أسنانه بشكل يومي. أكيد يعني. بنظافة الأسنان هذا شيء كتير مهم. متشكرك دكتور، متشكر نصايحك القيمة، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك. الله يسلمك.